شكرا على المتين كيف. مناسبة المتين كيف سويت لكم حلقة رهيب يا جماعة. ايش رايكم بالمنظر؟ رهيب حرفيا المنظر، كأنكم طالبين حلى جاهز، وكمان تقدروا تسووه في البيت بكل سهولة. شوفوا كيف هو حار، شكلها رهيبة يا جماعة. شوفوا هنا ما شاء الله، شوفوا المنظر، شوفوا المنظر كيف ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الآيس كريم كيف ساح مع الكراميلا الحار الصوص، مرة رهيب هذا الحلى يا جماعة. شوفوا شوفوا كيف، شوفوا الصوص، شوفوا المنظر، شوفوا المنظر. وها في البيت بكل سهولة، وتحتفلوا في أي مناسبة عندكم. يا أهلا وسهلا فيكم بقناتي، معاكم وجدان محمد. إذا أول مرة تشوفوا قناتي أو فيديوهاتي لا تنسوا تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل فيديو جديد. وإذا عجبكم هذا المقطع لا تنسوا تسووا لي لايك عشان تشجعوني أسوي لكم وصفات أحلى وكم تستمتعوا فيها. وكمان لو حبيتوا المقطع شاركوه مع أحد تحبوا يسوي لكم الوصفة. لا تخرجوا إلا وإنتوا كاتبين رأيكم تحت وايش عجبكم، ولو جربتوه اكتبوا لي كيف كانت التجربه. طيب اليوم حنسوي حلى مره رهيب، طبعا هو زي الحلى اللي بتقدم لنا في الكافيهات، بس انا حسويه في البيت وبكل بساطه تقدروا تسووه مره سهل، اهم شيء انه مره رهيب ومره حلو. طيب اول شيء حنبدا، هنا عندنا الشوكليت، حنبدا في الشوكليت، حنسيحها في حمام مائي، بعدها حنحطها في القوالب. طبعا تقدروا تحطوا الشوكليت بعد ما تسيحوها في القوالب اللي يعجبكم، اللي تعجبكم. ممكن تحطوها في دوائر تكون دائرة، مربع، مستطيل، اي قالب يعجبكم على حسب ذوقكم. لكن الوصفة اللي اليوم انا حسويها حستخدم القوالب الدوائر، وحوريكم كيف شكلها وكيف حنسويها مع بعض. بس اول شيء لازم نسيح الشوكليت، ولا تنسوا انكم تختاروا نوع ممتاز من جودة الشوكليت. تقريبا هنا استخدمت تقريبا 500 جرام من الشوكليت، بس طبعا انتم ممكن ما تحتاجوها كلها حسب الكميه اللي انتم حتسووها. تمام، فاول شيء حنختار نوع ممتاز من الشوكليت زي ما قلت لكم، وحنقطعها زي كذا تمام بشكل عشوائي، المهم نكسرها. وبعدها ححط مويه حاره واحط فوقها صحن، ونحط في الصحن الشوكليت، اوكي، نخليها تسيح شويه وبعدها نقلبها. الخطوة اللي بعدها للأسف الشديد ما تصورت، اللي هي المفروض أحط لكم هي قدامكم في القوالب، استخدمت قوالب زي البلاستيك للشوكليت، تقدروا تحطوها فيها وبعدها نحطها في الثلاجة وبعدها نستخدمها. نبدأ نسوي الكيك، حطيت بيضتين في الخلاط، حضيف عليهم خل تقريبا ملعقة صغيرة، وحضيف فانيليا تمام سائلة أو بودرة، نخلطهم لين ما يصير لونهم زي كده، حنضيف السكر تمام، وبرضه نرجع نخلط. بعد ما يذوب السكر نضيف الزيت ونضيف الحليب السائل ونرجع نخلط ثاني. اخر شيء حطيت دقيق وبيكنج باودر حنخله، وحضيف كاكاو بودرة. طبعا لو تبغوا الكيكة تكون او الحلى يكون مو شوكليت خلوها سادة بدون الكاكاو، لو تبغوا يكون بالشوكليت حطوا شوكليت، اوكي، شوكليت خام بودرة. بعدها بعد ما نخلت الشوكليت كله حضيف الملح، رشة ملح بسيطة، حنخلط المكونات الجافة او البودرة مع بعض، وبعدها ححطها في صحن تاني. الصحن هذا حنحط فيه الخليط السائل تمام. هنا المرحلة هذه حضيف المكونات الجافة بالتدريج، اضفت شوية دحين حخلطهم، بعد ما يذوبوا تماما ويتجانسوا مع الخليط السائل حنضيف باقي المكونات الجافة الين ما خلاص يتكون معانا خليط الكيك. خلاص كده حيكون جاهز. هنا عندي قوالب الكيك، طبعا انا استخدمت قالبين، تقدروا تستخدموا قالب واحد، بس هنا الفكرة انه كنت ابغى اشوف يعني مين اللي شكله حيطلع احلى، فحطيت في قالبين. انتوا تقدروا تستخدموا قالب واحد، دهنتهم بشوية زيت وبعدين حطيت رشة كاكاو بودرة، افضل من الدقيق عشان الكيكة بكاكاو تمام. وبعدها حطيت الخليط في القلبين وزعته وخلاص، حدخلهم الفرن. طبعا الفرن لازم يكون شغال من قبل، حندخله الفرن لمدة تقريبا 35 او بالكثير لين 45 دقيقة حسب الفرن وقوته. طبعا بس حنشغل من تحت تقريبا على 180 درجة.
وخلاص كده حيكون جاهز الكيك. خرجته وقلبته من القالب، شايفين كيف؟ قطعته قطع مربعات عشان حنحطه في الحلب بشكل مربع، تمام؟ وهنا عندي بسكوت مطحون مرة ناعم وتشوكلت، حستخدمه في تزيين الصحن. أول شيء حنحط البسكوت، تمام؟ وبعدها حنحط قطعة الكيك. طيب خلاص كده خلصنا، حطينا الكيك وحطيت بسكوت وفراولة، تقدر تزينوه باللي يعجبكم. وهنا ححط الآيس كريم، تمام؟ حطيت الآيس كريم وحطيت الكيك، دحين آخر شيء حنحط كورة الشوكليت. شوفوا كيف، تمام؟ بعدين حطيت شوية من الفراولة، تقدر تزينوه بأي شيء يعجبكم على ذوقكم. أبغى أولع هذا الشيء، إن شاء الله ما تطيح. بس يلا، شكرا حرفيا على الميتين كيك، أصلا مرة عادي. حرفيا شكرا على الميتين كيك، مناسبة الميتين كيك سويت لكم حلقة رهيب يا جماعة، إيش رأيكم بالمنظر؟ طيب خلص البارتي، دحين إيش حنسوي؟ الله تبارك الله كيف المنظر، قرب، شايفين كيف؟ إيش رأيكم؟ حرفيا مرة شكرا 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 على كل شخص اشترك في قناتي وشجعني، كتب لي كومنت حلو، سوالي لايك، اشترك، كتب كومنت، شاف الفيديو، مرة شكرا. دحين ما شاء الله تبارك الله كيف شكل الحلا يا جماعة، رهيب حرفيا المنظر، كأنكم طالبين حلا جاهز، كمان تقدر تسووه في البيت بكل سهولة. كده حيكون جاهز الحلا، وكده أقدر أقول لكم حرفيا اتعدى مرحلة اللذاذة، لازم تجربوه وبالعافية. حبدأ أحط صوص الكراميل، شوفوا المنظر، شوفوا كيف هو حار، شوفوا ما شاء الله. طبعا هذه اللحظة اسمها لحظة الانصهار والذوبان يا جماعة، حتنهار. ايش المنظر الرهيب هذا، خاصة لما تكونوا كذا قدامكم قاعدين تسووا، حتذوقوا المنظر وهو حار، ما اوصف لكم الطعم حرفيا بدون مبالغة. لازم تجربوا الحلى الرهيب هذا، شيء عبارة عن انصهار ولذاذة حرفيا. وصول ال 200 كاس سويت لكم حلى زي الكافيهات، تقدروا انتوا تسووه تحتفلوا باي احد يعز عليكم بكل سهولة، مرة سهل ورهيب. شوفوا ما شاء الله، شوفوا المنظر كيف. طيب خليني ادوق، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا لسه ما كسرت الكورة، شايفين كيف شكلها رهيبة يا جماعة، شوفوا هنا ما شاء الله، شوفوا المنظر، شوفوا الصوص، شوفوا المنظر، كريم مع الكيك مع الكراميل، واو واو يا جماعة، شوفوا أنا مو قادرة أقاوم، شوفوا أحلى شيء. كمان تقدروا تسووا شيء بسيط كذا لأي أحد يعز عليكم، تحتفلوا في احتفال كذا بسيط في البيت بكل سهولة. الله، شوفوا الآيس كريم كيف صاح مع الكراميلا الحار، الصوص مرة رهيب هذا الحلا يا جماعة، شوفوا شوفوا كيف. طبعا هذه مستحيل أكلها كلها، خليني أنزل منها، شوفوا المنظر، شوفوا الانهيار يا جماعه.